في الرياضه عموما ان انت يبقى ليك دستور خاص بيك في ناديك. وانا طلعت على معظمه الصراحه، مش كله، بس انا في شفت فيه حاجات هايله جدا، بتخدم الاعضاء ازاي، بيفكر في الاعضاء وفي مستقبلهم وفي النادي. عايش كابتن محمود الخطيب معانا على هوا من النادي الاهلي، هنسمعه يقول ايه. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، يعني احنا يمكن كلنا بس حريصين ان احنا يعني ان شاء الله المجهود اللي اتعمل خلال الفترة اللي فاتت سواء من الأعضاء العمليين واجتهادهم الحقيقة وحرصهم انهم يشاركوا في النظام الأساسي ولائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي، مجهود احنا سعداء بيه جدا جدا، لانهم كل واحد الحقيقة لما جالنا اكتر من 3500 اقتراح، اعتقد ان ده شيء بيشوف بحرص الناس ان هم ازاي يشاركوا في رسم مستقبل ناديهم. فانا بشكرهم جدا جدا، وكمان بشكر الحقيقه كل العاملين على هذا يعني القائمين على هذا العمل، لان كل واحد بيحاول بيشتغل بالحقيقه بحب النادي وبانتماء للنادي، عشان كده ان شاء الله تبقى النتيجه مرضيه. كل انا اتمناه بس باذن الله ان احنا باذن واحد احد كده ان شاء الله ان احنا يعني نشوف جمعيه عموميه تليق بالنادي الاهلي، تبقى اكبر جمعيه عموميه لاي نادي في مصر ان شاء الله. ده زي ما قلت يمكن في كلمتي امنيتي لكل الناس حتى لينا احنا كمان، ان احنا نشارك في رسم مستقبل نادينا. فانا بقول للناس النادي الاهلي بقيمته وبتاريخه وباسمه وعظمه يعني عظمه اسمه وبريادته، النادي الاهلي صنعنا كلنا يعني بعد طبعا توفيق الله رب سبحانه وتعالى. يعني علشان كده النادي الاهلي النهارده اعتقد ولي حق على كل انسان بينتمي للنادي الاهلي هذا الحق، ان احنا نشارك جميعا في كاعضاء عمليين، نشارك جميعا في رسم مستقبل النادي. وبالنسبه لجمهورنا طبعا زي ما قلت، الجمهور دايما بقول الجمهور هو الدعم الرئيسي للنادي الاهلي في كل اموره وفي كل اعماله. الجمهور عندنا ماتش مهم جدا بكره، وعندنا ماتش ان شاء الله يوم 2 في الشهر باذن الله اللي هو افريقيا باذن الله، ان شاء الله باذن الله باذن واحد ان شاء الله. كل طبعا الجمهور يكون داعم دايما لفرقته ومحفز ويعني بيحفز لعيبته دايما، هو ده اللي احنا تعودناه. واتمنى ان يكون الجمهور يخلي كل تركيزه مع فريقه وما لناش دخل باي، يعني ارجو ان محدش يبعده عن اي يعني اي هتافات اي اشخاص او ضد اي هيئات. جمهور النادي الاهلي دايما يعني بيكبر ناديه وبيشيل لعيبته في وقت الازمات يعني، فاعتقد ان الجمهور واللعيبه بيتفاعلوا معاه كمان، لكن نبعد عن اي حاجه ممكن تسيء يعني. النهارده يوم حضرتك كان طويل جدا، يمكن الصبح توقيع العقود، بعد كده اجتماعات في النادي، بعد كده هوت عزل نادي الزمالك امين صندوق نادي الزمالك، بعد كده عزل طبعا المرحوم النجم مصر النادي الاهلي كابتن عادل هيكل، وبعد كده هو جاي النهارده دلوقتي من الساعه 10 هو جاي الخيمه بنفس حضرتك. يوم طويل جدا، ارهاق شديد، ولكن رغم كل دوت حريص تكون موجود ثانيه بثانيه في النادي. مش انا بس، انا وكل زمايلي الحقيقه الناس كلهم كلهم اننا حريصين فعلا. بس احنا الحقيقه النهارده بنضم من الحاجات اللي اسعدتنا جدا بدايه اليوم، وان احنا بقالنا فتره طويله برضو مع وزاره الاسكان ان احنا ازاي نفعل ارض التجمع. الحمد لله النهارده مضينا العقد، اعتقد باذن الله على بدايه السنه اذا ما كانش قبل كده هنعلن ان شاء الله عن افتتاح باب الاشتراك في النادي الجديد في التجمع باذن الله ان شاء الله. يعني الحاجات دي هو ده انا بقول عليه، كلنا احنا كاهلاويه كل واحد يشتغل، خلينا بنشتغل بس مش عايزين نلتفت لاي حاجه اخرى، يعني نشتغل ونشتغل لان ده بيزود نادينا ودور بيزود نادينا، وما نلتفتش لاي حاجه اخرى، نشتغل ونشتغل بجد لان فعلا النادي الاهلي يستحق مننا كلنا، كل الناس تشتغل. واذا كانت الناس الجمعيه العموميه يعني واثقوا فينا وجابونا فاحنا ده بسيط حقهم ان احنا يعني ندي من الوقت وندي من الفكر وندي للنادينا. اولا ده حق النادي علينا وحق الاعضاء اللي اختارونا كمان. اخيرا يا فندم، عشان ما يعني ما تعرفش حضرتك، انا عارف حضرتك تعبان جدا، كلمه اخيره لاعضاء النادي الاهلي واحنا جوه الخيمه الانتخابيه اللي كمان ساعات قليله هنخش الحدث التاريخي، كتابه تاريخ النادي الاهلي من جديد، دستور النادي الاهلي، تقول لاعضاء النادي الاهلي ايه واحنا داخل الخيمه الانتخابيه؟ النادي الاهلي عظيم جدا جدا، اذا كان باسم النادي الاهلي وتاريخه زي ما قلت بعظمه اسمه بريادته كمان بجماهيره واعضاء. فالنجاح ان شاء الله للجمعيه العموميه باعضاء النادي، اتمنى كل اشوف كم كبير جدا، واتمنى اشوف اعداد كبيره جدا، علشان باذن الله ندي رساله لكل الناس. النادي الاهلي عمل جمعيه عموميه اللي عملها جمعيه عمل اللائحه، اللي عمل اللائحه دي اعضاء النادي، اعضاء النادي ناقشوا اللائحه دي في تقديري على مدار شهر وشويه بند بند يعني، فهنا تم التصويت بشكل ديمقراطي، وعشان كده تم تعديل او حذف
أو تغيير بعض الجمل في حوالي يمكن 50 مادة يعني. فده شيء أعتقد شيء يستحق مننا كلنا إحنا بقى نختم كويس ونشوف أعداد كويسة إن شاء الله، ومنتظرين الناس بإذن الله يوم الجمعة إن شاء الله. شكرا جدا. التوفيق. شكرا.